سميسك سيدي؟ أنا محمد الزرقاوي. نعم؟ محمد الزرقاوي. محمد الزرقاوي، فين ساكن سي محمد؟ بن سودة. ساكن بن سودة، شنو المشكل اللي عندك سي محمد؟ أسيدي داروا لي الدار، وأنا كتبت لهم في الأول، كتبت لها واحد المحل، واحد واخا سي محمد، نبداو معك من الأول، شكون اللي كتقول بلي داروا لك الدار؟ ها؟ شكون اللي كتقول؟ والبنت. المرا ديالك والبنات والبنات ديالك واخا الدار ديالك مسجله في الاسم ديالك شحال فيها هاد الدار هادي القرار ديالي 60 متر السفلي ولا الفوقي ولا الهواء ولا شنو لا 60 كلها يعني ملك كامله السفلي والفوقي شحال باني فيها منطاج ها شحال باني فيها ثلاثه السكنات فيها ثلاثه ديال السكنات نعم وهي في الملك ديالك وكي دايروا حتى الدوله كما كتقول انت حتى الدوله كدار هادي القرار ديالي دابا راه كيقول لك غير خرج شكون اللي كيخرجك؟ ها؟ شكون اللي كيخرجك؟ المرأة وجوج البنات وولد. نعم، ولكن واش كاتب لهم أنت شي حاجة؟ ها؟ أنا كاتب لهم السفلي في واحد التاريخ. نعم، كتبتي لها السفلي. كتبت لها السفلي. وبقاو جوج ديال السكنات الفوق ديالك. في الاسم ديالك. ها؟ نعم، وشنو السبب اللي جعل أنه هاد السيدة هادي كتجري عليك كما كتقول أنت هي وبناتها؟ في نظرك أنت. أنا رفقت لها، البنات قريتهم. اه البنات قريتهم هما رجعوا في شحال عندهم دابا في السن؟ اه شحال عندهم في السن هاد البنات؟ سيدي يكون شي 32 ولا مزوجات هاد البنات؟ لا ما مزوجاتش ولكن شنو في نظرك انت شنو السبب اللي كيجعلهم باش انهم بغاو يخرجوك من الدار؟ هذاك هما اللي رشقت لهم لا ولكن ما يمكنش يعني شحال هادي وانت جالس حتى دابا عاد نضوا بغاو يخرجوك علاش؟ لا كاين شي سبب تمرط تمرط ومشى واحد خوهم للخارج نعم ها بقى كيصيفط لهم الفلوس نعم كيقول لهم هذه يعطيوها للبا هذه ديوها نتوما صيفط لي شهرين بالحساب وهما كيقطعوا علاش هما هذيك الفلوس من اللي كيدير هما اللي كيشدوها هما اللي كيشدوها من البوسطة ولا نعم. من البنكة ولا ما عرفت يمكن لك تحكي لنا اخر قضية اللي قلتي انت كيما جراو عليك ولا ضربوك ولا شنو الواقعة؟ هذا راه دائما لي الواقعة لا ولكن اخر حاجة اللي جعلتك انك باش تجي لهنا الاخر حاجة واحد البنت كدير لي ما ناكل شكون هذه بنتك؟ جواد بنتي ايه بنتي كبيرة عندها وليداتها نعم ساكنة حداك تما ايه ساكنة معايا ساكنة معاك عندها شادة برطمة ديالها تما لا عاطينا غير محل عاطينا محل راه شي 20 عام نعم 21 عام علاش واحد البنت عندها زادت تما عندي عندها 21 عام نعم ومن بعد ايوا ودابا كيقول لك خرج هذيك البنت وتخرج انت نعم ما كيضربوكش بعد هاد الناس هادو اه ما كيضربوكش لا لا هضر قلنا راه ماشي كتبقى تشير باليدك حنا خصنا القارئ يفهم هضر شنو كيضربوك عندك شي شهود على هادشي اه عندك شي شهود على هادشي واش معنى شهود الشهود بنادم فيه السكر وعنده شهود طايحك والله لا سمح لي كما كتقول هي امهم كتقول له حاولوا على باب واخا فين وقع هادشي لداخل في وسط الدار ولا برا في وسط الدار لداخل نعم واخا سيدي بما انك كتقول باللي كيمارسوا عليك العنف ضد الاصول واش انت مشيتي لجأتي للقانون جأتي للقضاء ايه رجعت للقضاء يلا اشرح لنا قلنا ها فين مشيت وها فين مشيت مشيت للمحكمة اش من محكمة هذه ابتدائية الابتدائية نعم وقتاش مشيتي للمحكمة الابتدائية وقتاش مشيتي للمحكمة الابتدائية اسيدي براك تكون شي 10 ايام هذه نعم سجلتي المقال ديالك عن نائب وكيل الملك عطاني ورقه خرجت للبوليس الورقه اللي خرجت لهم البارح خرجت نعم داروا لها النمره وكذا علاش هذيك النمره ديالها تلفت نتاع هذاك الدوسي عاود قالوا لي ولدي روح حتى الاثنين من الجمعه حتى الاثنين البارح مشيت عند قال لك البوليس قال لك نديروا لك هذه النمره صيب هضروا بالتليفون وكذا قال له راه النمره نتاع فلان الفلانيه نتاع الملف نعم مشيت انا حطيتها تما درتها منين قلت لها كاين في الولايه وتجيبها لل 14 الوحده الدائره ديالكم نعم الدائره ايوا سيدي هما لغوا عليهم هما شبكوا زادوا ضربوا حتى هاد السيد كيفاش لغوا عليهم؟ لغوا عليهم قال لهم اجيو اه
البوليس عيطوا على دوك الناس هذوك. اه على ولادك؟ اه ايوا على ولادي. اه جات وحده وامها. نعم. وجوج ما شدوهمش. ما شكون جات؟ جات الزوجه ديالك؟ جات بنتك هي امها وبنتها. جاوا عند البوليس. آه. وشنو قالوا لهم البوليس هما ملي مشاو عندهم؟ ايوا هذوك هما تما جاوا. لا في نظرك، في نظرك شنو قالوا لهم البوليس؟ ناس سي اخبار ما راهوش قالوا. نعم. لهم يعني هم اللي رجعوا بحالهم للدار عاوتاني حاولوا يتعداو عليك. اه واخا سيدي في الطريق وعاود جابوني من تما، قال لك يلا معنا البوليس. قلت له يلا. نعم. يوم اللي دخلتوا عند البوليس شنو قالوا لكم؟ نعم. خذوهم البوليس اللي كان الفوق هو واللي كان تحت. لا شنو قالوا لهم؟ عرفنا اللي كان الفوق هو اللي كان. قال سيري لشغلك. سيري لشغلك. نعم. واخا انت ملي قلتي تعداو عليك بالضرب درتي شي شهاده طبيه؟ لا سيدي. علاش؟ واش دير شهاده طبيه هما كيتبطنوا فيك غير؟ لا ولكن اسمح لي، ملي كانوا كيضربوك كتقول انت كانوا كيضربوك، ديك الساعه ملي نطي من ديك البلاصه خصك تمشي للطبيب دير شهاده طبيه، هذا القانون الشريف. ما تقوليش ما قاريش، راه دابا بنادم كلشي واعي، كلشي كيعرف هذه المسائل. نعم. راه 14 يوم ما تقعدش من الارض. اي ولكن علاش ما مشيتيش للطبيب دير شهاده طبيه؟ ما مشيتش. نعم اسيدي. واخا سي محمد اخر كلمه ولا نداء اللي تبغي توجه. اه يعطيو لي الورق نتاع الدار ديالي ويعطيو لي كل شيء. هلا ولا اما بيني وبينهم المخزن. شكرا سي محمد.